يسأل: هل هناك صلاة معينة يقنت فيها المصلي، أم أنه يقنت في كل صلاة، وما هو الدعاء الوارد في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. السنة أن القنوت إنما يكون في الوتر، إنما يكون في الوتر من صلاة الليل. طيب، هذا هو السنة. نعم. أما القنوت في الفرائض الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح أنه لا يقنت في الفرائض إلا في حالة النوازل التي تنزل بالمسلمين، كتسلط العدو عليهم أو تضييقه على أحد من المسلمين في بلاد الكفار، فإنه يشرع للمسلمين أن يقنطوا في الفرائض وأن يدعوا الله عز وجل أن يفرج عنهم هذه الشدائد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما القنوت في الفرائض دائما وبصفة مستمرة فهذا ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن ذهب إليه بعض العلماء. فالحق أحق ويتبع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.